أي مساء الخير، انا رنا راجح، طالبه بالفرقه الاولى كليه الزراعه جامعه الزقازيق. هلقي على مسامع حضراتكم الان قصيده من تاليفي بعنوان اشكان عربي. طال خريف اوطاني، الم يئن لربيعها الحلول؟ طال حمل احزاني، الم يئن وضع السرور؟ طال درب الامان، الم تئن لذه الوصول؟ طال عجاف زماني، ألم يئن لبشرى يوصف المرور؟ كم سلكت دروب الأماني، ولكني لم أحظ الحضور. أترى علي التواني أم أن حتمي مجهول؟ في أرضي أراني، ولكن يعتريني الظلوم. أتراني كما أراني أم مبالغ في المقول؟ إن كنت تراني فأعني فالحلم يزول، وإن كنت لا تراني فاسرد مقدما أقول. ألم ترى الأماني رصاص على حافة المجهول، وطير الأمالي مقيد بالغلول؟ والخسائر من الجاني، أو دعنا نقول من يعول؟ ألم يكن لدينا جنان؟ انظر صارت كحول. ألسنا أبناء الأسود؟ لما لا نقود؟ ألم نبني الجسور؟ لما حرمنا العبور؟ ألم نمهد الطريق ويشهد ماضينا العريق والمستقبل الممطور؟ كل دال عليه مغمور، ورب العرش المعمور صرنا أدنى الحضور. قم قم وانزع الخمول، على الربيع يتكرم بالحلول. عاون عن تعمي بالذل لا يليق القبول. سمد بالتفاني تحصد أغنى محصول، واسأل الوالي تنل الوصول. فبإذن المنان تدرك المأمول، لم يخزل يوما ولو جان، وفي حضرة السائلين هو المسؤول. واعزف بهجة الأنغام، عل الحزن بها يزول. وحرك بشغفك الأوتار يحل محله السرور. واسجد والناس نيام يمن عليك الرحمن، واحمد رب الوجود يأتيك الحلم مكلل بالورود. دمتم بخير.